هل فعلا احنا بقالنا فتره القيمه دي مفتقده شويه في حياتنا؟ يعني ان احنا نسال على بعض، عموما نسال على بعض قبل ما نسال يعني في المحيط اللي هو الاسره داخل البيت الواحد. هي مفتقده بقالها فتره طويله عموما اجيال الالفينات، يعني احنا بقالنا 20 سنه قيم الاسره بتقل بتقل بتقل، وده احنا شايفين له شواهد على الولاد، شايفين له شواهد ان هم طول الوقت بره مش عايزين يقعدوا في البيت، التجمعات الاسريه بيهربوا منها بشكل كبير جدا، بنتحايل عشان نطلع مصيف العيله مع بعض، طب رايحين للجد والجده، طب فضوا مواعيدكم، طب هنتغدى مع بعض حتى او هنتجمع ساعه على غدا في البيت، هنقعد نتفرج على فيلم مع بعض، نتناقش في حاجه، الولاد بيهربوا طول الوقت ان احنا لا مش موجودين، انا عندي صحابي، عندي تمرين، هنزل كل يوم، فاحنا مش لاقيين. ده سببه ايه؟ محتاجين نسال نفسنا احنا السؤال، يعني احنا طول الوقت رامينه على الولاد، هم اللي مش عايزين يقعدوا، سيئين، احنا بنتحايل عليهم، لا احنا محتاجين نرجع بصراحه خطوتين كده، احنا ما عززناش قيمه الاسره عند الولاد، من وهم صغيرين، انا ما حكيتش قصص عن ترابط البيت، ما في معنى موجود في الاجيال الجديده انه انا وبس. يعني المهم بالنسبه لي خروجتي، فسحتي، هتبسط ازاي حتى جوه العيله الواحده، جوه العيله الواحده، طب فين الاخوات وفين بابا وماما وفين ان انا ممكن اضحي عشان بابا بحاجه وعشان ماما بحاجه، وفين دورك مع اخوك ودورك مع اخوكي، فين الادوار دي غابت عننا قوي. احنا مضغوطين ومشغولين، مش هننكر طبعا مضغوطين ومشغولين، لكن اثار ده بتظهر امتى؟ اثار ده بتظهر في وقت المراهقه. طب ازاي إن أنا مش لاقية. ازاي اعلمهم، يعني اعلم ولادي ان هم ياخدوا بالهم من باباهم ومامتهم ومن قرايبهم من غير فكره التوجيه المباشر؟ لانه لو قلت له اسال عليا انا خارج انا مسافر كاب مثلا وبنتي ما سالتش عليا، ففكره ان انا اوجهه بشكل مباشر دي الولاد ما بقوش يحبوها او يعني يتفاعلوا معاها. طب انا اعمل ايه عشان اخلي ولادي فعلا عندهم القيمه دي، قيمه انه يخاف على باباه ومامته ويخاف على اخوه او اخته؟ اكون انا الموديل الاول قدامهم، يعني انا من وهم صغيرين قوي احنا بنتجمع وبنروح عند الجد والجده، لو محتاجيننا في حاجه انا موجود، بنتجمع وبنعزم عندنا ايا ما كانت ايه الامكانيات، احنا ممكن نتجمع بتكاليف بسيطه قوي بس احنا مكبرين المواضيع قوي، فالولاد محتاجين يشوفوا اب وام بيتحركوا في المساحه دي، خالته محتاجاني فانا بفضي نفسي النهارده عشان اروح لها، طب الولد او البنت كبروا شويه، طب خالته محتاجاكي، طب جده محتاجك، فبمنتهى الهدوء من غير ما اقف انا امسك العصايه واقعد اوجه واطلع على المسرح كده زي ما احنا بنقول بنتقد بنتقد، بس لا احنا بنعمل ده بمنتهى البساطه، احنا هنزور جده النهارده عشان محتاجنا في كذا، واشجع واحفز واقول شكرا عشان كنت الراجل اللي واقف جنب جده النهارده، شكرا عشان رحتي مع خالته اشتريتي معاها حاجه هي محتاجاها، اعزز ده طول الوقت طول الوقت، لو انا عملت ده فانا كنت الموديل اللي قدامهم، طبقته جوه البيت والولاد شافوني بعمل ده بالتدريج هو في قيمه، وقت المراهقه هيجروا شويتين بس لسه في حاجه هتخليهم يرجعوا. اللي بيبعدوا خالص وما بنلاقيهمش بنكون احنا ما عملناش النموذج ده قدامهم. النموذج ده لما بيتزرع مهما الولاد خرجوا بيرجعوا تاني. فانا النموذج الاول في حياه اولادي، الاسره الصغيره هي اللي بتبني الترابط للاسره الممتده اللي هي بقى الخال والجد والجد. لكن احنا بنسمع انه في اولاد ما شافوش خالاتهم بقالهم شهور. سنين كمان. طيب لما يبقى خالته بقى عندها حاجه محتاجاني فيها او جده هما هيروحوا يسالوا؟ لا مش هيروحوا يسالوا خالص لانه بقى في اولويه لنشاطي لاصحابي للخروجه للقعده هنلعب بلاي ستيشن فين، فلازم انا اكون اول موديل في حياه ولادي.